يا مساء الخير يا مرحبا بالناس كل معضله موجت علينا وين ما كنتوا. بونجور قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا 93.3 ان شاء الله يا ربي ندخلوا دائما بالبهجه بالفرحه بالموجات الايجابيه معكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا في القروان وايضا في تونس الكبرى عبر الراديو بلاتين. دائما ان شاء الله هكا معكم. وقبل ما نبداو معكم المشوار نعملوا طلع على درجات الحراره بور لو مومون 17 درجه في القيروان، ومن المتوقع انه تنزل درجات الحراره الى غايه 6 درجات في اخر الليل. تردوا بالكم على رواحكم يا جماعه، واحنا دائما ان شاء الله هكا معاكم بمختلف فقراتنا اللي بيان سور تكون تعنى بالثقافه بالتنميه بالقانون بالامور الجبائيه كل ما يخصنا في حياتنا اليوميه بيان سور تلقاوه في جو 93.3 هكا نونسوكم حتى ل 6 نتاع العشيه وبرشا موزيكا كيما العاده تستنى فيكم. ميرسي زيدا وتحية كبيرة للفريق جي اس ام اللي ديما معانا ديما منورنا باللي كادو ديما ما يخليهاش بينا. الوغ لابون ادغيس بيان سور تعرفوا وين يقولوا سمحتوا نقولوا عاد الفريقي والفريقي جي اس ام، وان شاء الله ديما هكا مدلل لكم باللي كادو. سينو تحية كبيرة برشا برشا ليكم زادا لي زانترنوت اللي قاعدين تتفرجوا علينا فيا فيسبوك على اليوتيوب وين ما كنتوا قاعدين برونشي. احنا هكا نبداو معاكم مشوار واكيب كاملة كيما العادة محضرت لكم ليميسيون. تحية كبيرة لزميلتنا سوسن في استقبال وتنسيق المكالمات، ايضا زميلنا وسام القرقمي في الاعداد، ترجعنا امنا بوخيت من وراء الكونسول وفي الاعداد وفي الاخراج، سيف الدين بولاريش في القيادة ايضا في الديجيتال والتصوير الحلو هكا والجميلة. كما العادة معكم نور البيجيمون قدام الميكرو، والحمد لله فينالمون يرجع لنا صاحب الحكايات والصوت العذب واللي خلى بلاصة كبيرة برشا علينا والحمد لله على اسلامته. حمزة مرحبا خويا. مرحبا مرحبا يا مرحبا. هاي على سلامتكم. هاك البلاصة هاك لك بلاصة. والله بالحق يغيبتكم ويغيبتي والحمد لله بالحق الحمد لله على سلامتي. ربي يفضلكم وربي يخليكم. الناس الكل اللي يسالوا عليا واللي ما سالوش عليا والناس الكل الناس الكل حاسيلو طلعت واللي عملوا فيا واللي مرجوني واللي افتراوا واللي افتراوا عليا واللي افتراوا سيرتو تو نقول لك انت يا ميرا تو نقول لكم علاش وشكون اللي افترى عليا وشكون كذا. انا بتاع ثلج انا شتا نكر ما فلت حتى حس سمعنا تقريبا الحصص الكل. انا شتا ما نحبوش. انت مد وذنيك خويا. انا شتا ما نحبوش خويا. حسيلو حسيلو نور الحمد لله على سلامتك. عايشك عايشك نور. ربي يخليكم والله توحشتكم برشا. توحشت كمير توحشتك نور عايشك. امونه سيفون الكل الكل اذاعتنا العزيزه الغاليه. سينو نور رجعنا لكم اليوم باش نحكيو حكايه اليوم على قد محبتكم وعلى قد ما استنيتوا راكم باش تاخذوا حاجه باش تنالوا كان الباهي. باش نحكي لكم خرافه صبرنا ونالنا. باش نحكي لكم اليوم ربي يسخر. تخي بيان تخي بيان. ربي يسخر اليوم يا جماعه في الخرافه تش عندك حاجة مزيانة فيه برشا سسبانس فيه برشا مفاجآت. خليكم برونشي خليكم تتبعوا فينا ما تفلتوا حتى لحظة. راهي خرافة مزيانة مزيانة على من موروثنا من موروثنا وتاريخنا ومن أصالتنا وعراقتنا وحضارتنا التونسية العزيزة الغالية. سينو يا نور برشا اكستريت حلوين اليوم. رجعنا بالموزيكا رجعنا بالجو والدنيا كهو خبيا خبيا على نستناوك فيه تش عندك بيان سور وبرشا حكايات وبرشا جو ما تفلتوا حتى شويه هكا يا جماعه. خليكم ديما بونشي. سينو الامير اللي ديما عامل بعمايلو مرحبا يا امير. ايا بكم شي الحمد لله صباح الحمد لله الحمد لله على سلامتك سيدي خويا ومرحبا بي. الثلج مش باهر. نقول لك الحاجه برك. قول لي خويا كي تشوف ثم ثلج ناحيه كربيس في الثلج شفت اتكربيس خويا انا شوف نصيحه من الدين ونصحتك الموضوع نسكره تو أيوة. ان شاء الله الحكايه اليوم في نهارها صحيتني على اجزاء خاطر انا حاسس نتاع ما تفلتوش حتى شنو يخرج الكارت انا حاسس قاعدي بس نتاع نكملوها غدوه شيخ حمرا ان شاء الله ما تكملش غدوه توفى اليوم. مرحبا بجماعه اللي صار امنه وسيف كالعاده محفلين الدنيا وجوهم به في الفازيت والتصاور ودنيا. ايوا انت مرحبا بيك سيد. الله يخليك يعيشك. اش عملت فيك الطقس؟ سافا تخي بيان. انا نحب الشتاء. تحب الشتاء انت؟ انا نحب الشتاء. اي بيه ان شاء الله ربي يوصل مزيان مثل ما قال حمزه ربي يسخر. سينو في يمين قلبه معبي. باش نحكيو تقريبا حادث هو اليم صار الجمعه اللي فاتت.
مشات ضحيته تلميذه. ايه لطيف. في الكياس اللي في بين رقاده والقروي. باش نحكيو بعد على الاستهتار نتاع المسؤولين ونتاع المقاولين اللي يبداو في كياس يحفروه ويكسروه بعد يخليوه يمشيو في الاخر شكون يضر المواطن وتمشي ضحيته العبيد. بالضبط. هذه ايضا من المواضيع اللي لازمنا دائما نسلطوا عليها الاضواء كل ما نلقاو الفرصه باش نحكيوا عليها بيان سور. في الامير قلبو ام عمبي مرحبا بك مره اخرى. شنو هكا ليكيب تلعبت بعض شويه ضيوف باش يكونوا بحذانا وباش نحكيوا على موضوع شيق وشيق جدا. خليكم برونشي سينو على رجعنا بالليزيكستري رجعنا بالموزيكا وي وليكيب كيما العاده كيدلكم بوكي مزيان برشا برشا من الاغاني اللي اختاروهم. يلا توتكسوي. Yes.